اليوم هو حفل إشهار المجلس النسوي في مديرية صبر الموادم. المجلس هذا يعتبر أول مجلس ريفي أنشئ في المديرية، بحكم أنه مديرية صبر الموادم واسعة وأكثرها في النطاق المحرر، لكن للأسف ما فيش هناك أي تكتل جامع أو كيان جامع يمثل النساء في مديرية صبر الموادم. فكان هذه فكرة إشهار المجلس. أهميته أنه إحنا بحاجة فعلا أنه يكون هناك مجلس جامع يتكلم عن احتياجات النساء في كل عزل المديرية، حتى أنه ممكن الآن الهدف منه أنه يبدأ ينسق مع تكوين كيانات أخرى في المديريات الأخرى، يهدف لبناء السلام، تمكين المرأة، رفع مستواها العلمي والاقتصادي. نتمنى أيضا أن يكون هناك التفات وتشجيع سواء من السلطة المحلية أو من المنظمات الدولية أو المنظمات العاملة في مجال المرأة، أن تدعم مثل هذه التكتلات في الأرياف، لأنهن أكثر شريحة خصوصا الآن مع الحرب والنزوح وهن أكثر احتياج.